نحن على أبواب الطبعة 24 للصالون دول الكتاب لسنة 2019 بخصوص ميزانية هذه المعرض. بالضبط كانت ب 55 مليون دو دينار، يعني 5 ملاير و 500 ألف سنتيم. وهذا هو تشالنج، رغم ضعف الميزانية هذه السنة، رغم تخفيض الميزانية هذه السنة، هذا هو تشالنج اللي نرفعه إن شاء الله في هذه الدورة. 1030 participants dont 298 nationaux, 323 exposants des pays frères arabes et 409 du reste du monde. التحفظ قد تم ل 56 كتاب من بين 1000 ما يقارب 1183 كتاب للخارج، الجزائر له ما له، مادام عنده رقم الكتاب الترقيم الدولي راهو في بلده. لا على نتكلم على 183 ألف كتاب، معناها كحسبنا 0.03. ما تتعلق هذه؟ تتعلق أساسا وجوهريا بالعقيدة